الفنان الجميل حازم إيهاب، بنرحب بيك في كلاكات. أهلا بيك. اتكلمنا عن عرض سكة سفر وكواليس العرض، وإيه اللي شدك إن تعمل العرض مع أستاذ وليد؟ والله أنا بس الفكرة كلها إن هو أستاذ وليد طلعت مخرج العرض ده صديق عزيز عليا جدا جدا جدا، ما فوتلوش عرض لما هو بيعرض في المسرح الجامعي، الجامعة الألمانية والجامعة البريطانية. بحبه جدا، بحب عرضه جدا، بحب اللمسة بتاعته في العرض، بيعملها كويسة جدا جدا جدا. فلما هو كان عامل مسرحية زمان اسمها سكة سفر، عرض بيها اكتر من 35 ليلة عرض في محافظات مختلفة، فطبعا هو كان عايز يرجع بروجكت ده تاني، عايز يعمل مدرسته الحرة، عايز يعمل فرقته بتاعته. فطبعا لما قال لي حاجه زي كده انا ما ترددتش لحظه ان انا اخش في الموضوع، خصوصا ان هو يعني كان اللي هو اتعجب للمواطن، المواطن بتاع المسرحيه كلها. فطب ليه لا، طب يلا بينا، تعالى نعمل كده. فقعدنا واتكلمنا، لقينا ورق حلو، طب يلا بينا، طب تمام، ابتدينا نشتغل في الموضوع، والحمد لله كل حاجه كانت ماشيه كويس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لغايه يوم العرض النهارده في شويه سقطات كده، بس ده طبيعي جدا في اي عرض. بس عايز اقدمه عشان ايه؟ القوانين يا عم هنا. ايوه يا حبيبي تقول كده، لكن عايز اسافر ما كلهم عايزين يسافروا. اتفضل وين ده؟ انا في النيل. ماشي ايوه يا بره يا استاذ، ممكن تبص في الباسبور كويس؟ انا بقى هندرة. ايوه ما فيش فيك. طب يا سيدي حقك عليا، اتفضل السلامة. التغيير اللي بين العرض القديم والعرض الجديد بعد انضمام حسن الهاتف؟ انا عايز اقول لك ان استاذ وليد لغايه النهارده، لغايه اللحظه اللي انا فيها دي، محرج عليا ان انا اصلا اتفرج على النسخه القديمه، لان هو قال لي احنا عايزين نخلقه بشكل جديد، فانا مش عايزك اصلا تكون اي حاطط اي حاجه في دماغك ليها علاقه بالجزء القديم، هي مالهاش علاقه. إيه انت، احنا هنبني حاجه جديده وهي حاجه جديده. ما فبس واحد زي اللي اشتغل حياتي عيشه اللي بيشوفها هنا تعال بقى نستغل ان احنا هنا في المسرحيه بقى. انتظروني في مسرحيه سكه سفر يوم، خلاص بقى احنا النهارده 17، يبقى 18 و19 و24 25 26 على مسرح الهوسابير. يعني افتحوا الاكونت عندنا انستغرام هتلاقوا التفاصيل. مش هنطول، بس انت شكلك مرهق خالص. انا تعبان مش قادر، انا هنام. ربنا يعينك، الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك.